ولن تفي أبا ولا أما حقهما عليك كما قال الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. فأما الأب فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أنه لن يفيه ابن حقه إلا إذا وجد أباه مملوكا فاشتراه فأعتقه. وأما الأم فقد أخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد وهو في صحيحه أن رجلا من أهل اليمن كان يحمل أمه على ظهره يطوف بها البيت يقول إني لها بعيرها المذلل إذا ذعرت ركابها لم أذعر. فمر بعبد الله بن عمر فقال أتراك قد وفيتها حقها يا ابن عمر؟ قال ولا بزفرة واحدة ولا بطلقة واحدة عند الوضع. يحملها على ظهره يطوف بها البيت. وفي بعض الطرق قال إني قد حملتها أطول مما حملتني. يحملها على ظهره ليس لها من مركوب سواه ويطوف بها البيت وقد حملها على ظهره رحمه الله ورحمها يطوف بها البيت. فقال أترى أني قد وفيتها حقها يا ابن عمر؟ قال ولا بزفرة واحدة. فاعدد زفرات ويحك لو حملتها أكثر مما حملتك ما أتيت بشيء، كنت قطعة من لحم يمكن أن تخنق، يمكن أن تسحق، يمكن أن تضيع حتى تصير صعلوكا مضيعا في الحياة. فقام عليه فرعياك وكلاءاك وحرم نفسيهما وأعطياك، فلم يجد بعد إلا الجحد. وإنه لخلق سيء ولو كان لأي معط فكيف في مثل هذه الحال؟ الله المستعان وعليه التكل.